أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى. ملف السودان مزدحم. نبدأ اليوم من الناحية الإنسانية، حيث وصلت سفينة مساعدات تركية إلى السودان أمس الاثنين حاملة على متنها 2408 أطنان من المساعدات الإنسانية بعد انطلاقها من تركيا في 13 من يوليو تموز الحالي. وذكرت إدارة الطوارئ والكوارث التركية أفاد في بيان أن السفينة تحمل أغذية ومواد تنظيف وألبسة ومستلزمات طبية وإيواء، وجرى تسليمها للسلطات السودانية. عسكريا، وقعت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والخفيفة اليوم الثلاثاء ما بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حول الأحياء المحيطة بسلاح المدرعات التابع للجيش الجنوبي أو للجيش جنوبي مدينة الخرطوم. وأتت هذه الاشتباكات بعد ساعات من تأكيد الجيش أن قوته مشطت المناطق المحيطة بسلاح المدرعات وطردت عناصر من قوات الدعم السريع من منازل المواطنين في المنطقة، كما تصاعدت أعمدة الدخان من أكبر محطة لتوليد الكهرباء حراريا بمدينة الخرطوم بحري. وفي ولاية النيل الأبيض أيضا قامت قوات الدعم السريع بالهجوم على قرية هلبة بالولاية جنوبية البلاد، واقتحمت سوق المدينة وأغلقت المحال التجارية فيها. في غضون ذلك، دعا رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيلي رئيس الدورة الحالية لمنظمة الإغاث، دعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لمنع انهيار السودان الذي قال بنفسه أنه بات يلوح في الأفق. دوليا، كشفت مجلة فورين بوليسي الأمريكية عن إطلاق إدارة الرئيس جو بايدن مبادرة جديدة لإنهاء النزاع في السودان، والذي يعتبر أحد أكثر الصراعات دموية في العالم بعد أشهر من المفاوضات خلف الكواليس على حد وصفها. ونقلت المجلة عن مسؤولين حاليين وسابقين مطلعين على الأمر أن السعودية وسويسرا ستستضيفان المحادثات رفيعة المستوى التي تقرر لها منتصف الشهر المقبل. حول هذا الموضوع يسعدني أن أرحب بضيفي الأستاذ محمد الفادني الحقوقي والمحلل السياسي. أستاذ محمد، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا عامر المالكي، ومرحبا بقناة التاسعة الفضائية. أهلا بك أستاذ محمد. هي مواضيع كثيرة ووقت قصير، لذلك سنحاول الدخول مباشرة. نبدأ من الوضع الإنساني والمساعدات التركية. 2408 طن مساعدات إنسانية تركية وصلت إلى السودان. برأيك الموقف التركي في السودان كيف تقيمه بداية؟ نعم، لا، الموقف التركي ليس فيه حتى الآن أي نوع من أنواع التدخل، وأعتقد أن هذه اللحظة أول تدخل حدث هو هذا التدخل الإنساني الآن في تركيا، من طرف تركيا في السودان. هنالك حديث عن تحذير سابق لتركيا حذرت فيه بعض القوات في ليبيا التي كانت تنتوي أن تدعم ميليشيا الدعم السريع، حذرتها من الوقوع في ذلك حتى لا تدخل نفسها وتدخل المحاور الأخرى في ليبيا في نفس خضم نفس المشكلة. هذا ما سمعنا عنه، ولسنا متأكدين مما إذا جرى ذلك أم لا، ولكن الآن هذا الذي يحدث الآن من دخول الدارجة الإنسانية هو يعتبر أول تدخل واضح لتركيا في الشأن السوداني، وهو تدخل حتى الآن محمود، تدخل إنساني مقبول، ويعني ترحب به الدولة السودانية والشعب السوداني. طيب، يعني أنت تتحدث على أن الموقف التركي حتى الآن هو موقف إنساني بشكل كبير ولا يتدخل المناطق السياسية. نعم، بالضبط. هل تركيا لا تريد أن تغضب بعض الأطراف التي ربما معها مصالح أكبر من ما يحدث في السودان؟ نعم، لم أسمع. هل تركيا لا تريد أن تتدخل حتى لا تغضب بعض الأطراف التي لديها مصالح أكبر من السودان؟ هنالك كثير من الدول لا تريد الدخول في شأن السوداني باعتبار أن الأزمة الحالية هي أزمة سودانية، ويعني فعلا هذه الأزمة حتى الآن شغلها المباشر هو أزمة سودانية. صحيح أن هناك دول وجهات أخرى ومحاور تتدخل في المشكلة يوما بعد يوم، ولكن لا يمكننا أن نقول سوى أن هذه المشكلة حتى الآن هي مشكلة سودانية، حتى أن من يريد أن يتدخل في هذه المشكلة يتدخل بصورة مباشرة، وإنما يدعم
طرف، ويعني طبعا نحن عندما نقول طرف نقصد ذلك الطرف الذي ليس بأصيل في الدولة السودانية ولكنه تمرد على الدولة، نقصد هنا الدعم السريع. فهنالك يعني بعض الدول التي دعمت الدعم السريع، واعتقد الآن هنالك عدد كبير جدا من الدول التي حتى كانت تعتقد أن الدعم السريع يمكن أن يبتلع الدولة السودانية، الآن هي اقتنعت بأن هذا الدور هو مستحيل للدعم السريع وأنه لا يستطيع أن يبتلع الدولة السودانية. والآن نرى الزيارات تترى من بلدان عدة وقيادات عدة والهواتف والمراسلات، ونترقب زيارة لوزير خارجية قطر في الأيام القادمة بن سعد المريخي، ونتوقع زيارة من الرئاسة المصرية قريبا في بوسلان، وكذلك رأينا الزيارات والمكالمات من أثيوبيا وحتى من الإمارات وجدنا المكالمة. يبدو أن هنالك يعني سعي إلى إنهاء هذه الأزمة السودانية، وهنالك خط دولي غالب وتيار جارف لإنهاء هذه الأزمة في السودان والذهاب إلى تهدئة الأوضاع. والكثير من يعني الذين كانوا يدعمون هذه الميليشيا الآن هم يعني يتراجعون عن دعمهم، ويوم بعد يوم هذه الميليشيا تضعف. حتى ما تحدثنا عنه عن محاور القتال هنا وهنالك ضعفت بصورة كبيرة جدا في الأيام السابقة، الآن على جميع الدول حتى يعيش السودان والإقليم، الآن يعني بدأت الدول يعني تحس بأن الأثر يمكن أن يكون أكبر لحرب السودان، وأن هذه الحرب قد تطال الإقليم بأكمله ويؤثر في المجرى العالمي لحركة التجارة في البحر الأحمر وأمن البحر الأحمر. والآن يسعون لكي لا يتوسع هذا الصراع، بل يسعون إلى أن يحجم هذا الصراع حتى لا تتضرر حركة الملاحة الدولية، خصوصا أن هذه المنطقة أصبحت منطقة ملتهبة جدا، خصوصا كما نرى في الحرب اليمنية الإسرائيلية، ونرى كذلك أن هنالك مشاكل كثيرة في أثيوبيا وبين حتى أثيوبيا وأريتريا، أثيوبيا والصومال. يعني هذه المنطقة قابلة للاحتراق وقابلة للانفجار في أي وقت، فإذا ما اقتربت هذه الحرب كما ننظر إلى قريب النيل الأزرق في السودان، فإنها ستكون قريبة من طيب. جميع منطقة القرن الأفريقي بالطبع، لأن منظمة الإغاثة نعم تحت التأثير.